في الوهلة الأولى يبدو وكأنه عمل إنساني نظم هذا الخميس من قبل حزب اليمين المتطرف اليوناني في الساحة الرئيسية وسط العاصمة اليونانية أثينا. عشرة من أعضاء حزب الفجر الذهبي قاموا بعملية توزيع للمواد الغذائية، لكن فقط على المواطنين اليونانيين الحاملين لبطاقة الهوية. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الحزب الذي يمثل النازيين الجدد بهذه المبادرة التي تزامنت مع مظاهرات تحولت إلى اشتباكات مع قوات الأمن وأدت إلى مشادات بين يورغوس خامينيس أحد نواب الحزب وعمدة أثينا جيورغوس كامينيس الذي طلب بوقف هذا النشاط الخيري العنصري المعادل الأجانب والذي يحض على الكراهية. حزب الفجر الذهبي دخل إلى البرلمان لأول مرة في يونيو المنصرم عقب فوزه ب 18 مقعدا، ويعتبر من أكثر الأحزاب اليمينية تطرفا في أوروبا.